قديما كان المشعوذ يرتدي ملابس الدجالين ويعيش في مكان بعيد في أجواء مخيفة، ولكن اليوم يكفي أن تصبح مدرب للتنمية البشرية لتصبح مشعوذ أنيق ترتدي أغلى الماركات وتقود أفضل السيارات. الشعوذة المقصود بها خلط الحق بالباطل، وهذا بالفعل ما يقوم به مدربي التنمية البشرية وتطوير الذات من خلال دمج الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في دوراتهم. هذه الكتب مثلا تملأ المكتبات: مفاتيح النجاح 10، كيف تغير حياتك في 30 يوم، قوة التحكم في الذات، قوة الحماس، ومبيعاتها بالملايين. ولو عرضنا ما يقولونه في ميزان العقل والشرع لتبين الكذب والتدليس. سرح مدربي التنمية البشرية في خيالهم، فبدأوا يؤلفون علوم غريبة مثل علوم الطاقة البشرية، علم ديناميكا التكيف العصبي، ومن أشهرهم في عالمنا العربي الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله. لا تنصدم وابحث عن العلوم التي كان يقدمها تحت ما يسمى بالتنمية البشرية لتجد أنها ليست مبنية على علوم حقيقية.